السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. رجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. طيب، إحنا سمعنا أمس أنه نزل قرار إلغاء السفر إلى دولة الإمارات أو دبي إلا بإنذار أنه أنت هتسافر. طيب، إحنا دحين ورطنا في حكاية المعسكر للاتحاد، الوقت كله بيضيع وما تجهز الفريق، جالسين يدوروا على معسكر للفريق، واتوقع انه خلاص دولة الامارات انشالت من الفكرة، احتمال يتجهوا الى معسكر اوروبي. طيب، المعسكر الاوروبي اتمنى يكون في منطقة مرتفعة عن سطح البحر، منها ياخذوا راحتهم في التمارين الهوائية، ومنها يكون في اللي هي الأهداف الإعدادية والكرة المطورة، ويبني برضو كاريلي أفكار على المنطقة اللي هو فيها كيف تطور الكرة عندهم وتغيير منهجيته وتطويرها، لأنه جميع المباريات الودية اللي كان مجدولها الاتحاد أتوقع أنها تلغت. طيب، الحاجة الثانية اللي أنا حابة أتكلم عنها اللي هو اللاعب الجديد اللي بيتكلموا عنه من الشارقة. طيب، اللاعب الجديد هذا أنا صراحة شفت أهدافه، شفت صناعاته، كراته الثابتة، يعني أوغيرو كوريناردو. أوكي، سؤال لجمهور الاتحاد، هذا اللاعب لو جاء إيش هيضيف للفريق إذا ما تغيرت منهجية كاريلي أو أسلوبه أو خططه؟ وفين راس الحربة اللي راح يغذيه هذا اللاعب بالكور؟ ايش هيضيف؟ انا ماني ضد اي لاعب يجي الاتحاد، بالعكس انا اول واحدة راح ابارك للجمهور وهكون مبسوطة معهم واحتفل، بس احنا نتكلم بالمنطق. الاتحاد في خارطة القمة في الديون والحصول على الكفاءة المالية، الاتحاد لسه عنده 60 مليون رقم فلكي لازم يكملوا عشان يحصل على الكفاءة المالية. في محلل أو إعلامي طلع أمس في القناة الرياضية بيقول كيف قدر الاتحاد يدفع للاعب بريجوفيتش 7.5 مليون، وهل اللاعب فعلا هيخرج ولا هيستمر الموسم القادم؟ واحنا عارفين انه الادارة رفعت شكوى لوزارة الرياضة علشان يتكفلوا برواتب اللاعب او متأخراته، لانها كانت في ادارة لؤي ناظر وكان مكلف، يعني هو اللي دخلهم في هذه المشكلة. هل وزارة الرياضة ردت علينا انها توافق تدي اللاعب رواتبه، ولا هنشوفه معانا الموسم الجديد؟ هم تكتموا على الموضوع او سكتوا انه تم التسوية فقط، بس ما قالوا هل اللاعب هياخد 7.5 مليون ولا لا. هذا اللي انا اعرفه، ولا اني حاب ابهر ولا اجيب كلام من عندي، وقفت النقطه عند كده وعرفنا انه اللاعب سافر عشان الاجازه. هل هو هيكمل اجازته ويرجع للفريق، ولا هيرسلوا له فلوسه وهو في صربيا في اجازته وخلاص تم تسويه ومشي؟ ما ادري، اقول لكم ما ادري، ولا حاب اضحك على احد واقول لكم برافو بريجوفيتش خلاص مشي. طيب، في ناس يقولوا انه أوغيرو كوريناردو اتفقوا على مبلغ 5 مليون سعودي، واتفقوا شهريا على 1.6 مليون راتب لي، يعني كسرت حاجز 60 مليون ادارة الاتحاد وهتدفع للاعب هذا المبلغ هذا الضخم الفلكي عشان يجيبوه؟ مستحيل، أقول لكم إياها من دحين مستحيل.
عبد الله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم قال ما هنستغنى عن اللاعب، صعب جدا، وما صار أي اتفاقية بيننا وبين فريق الاتحاد، وحتى ما تكلمنا عن المبالغ المادية. هادي ايش تقولوا عنها؟ قلت لكم المصدرجية والأخبار الكاذبة لا تضحك في عقولكم. لما تشوفوا اللاعب دخل مطار جدة قولوا البعض ألف مبروك والله يتمم على خير. هذه هي اللي أنا أقدر أقولها. في ناس يقولوا 20 مليون، في ناس يقولوا 2 مليون رواتب، كل واحد بيضرب رقم من عنده اللي هي الصفقات الصيفية للجماهير. وأنا بقول لكم أنا ماني ضد أي لاعب يجي الاتحاد، بالعكس أتمنى زينا زي الفرق الثانية، بس إحنا لسه عندنا كفاءة مالية 60 مليون. 60 مليون رقم فلكي مو بسيط. يعني لو كان ما في قضايا على الاتحاد طلعت من الخراع ومن بخاري ومن ريفاس ومن ومن ومن، كان أقول لكم خلصنا الكفاءة المالية وجددنا عقود وجبنا لاعبين. فأتمنى أنه لا يتطور الموضوع عندكم للتصديق عشان ما تنصدموا، ويعطيكم ألف عافية وشكرا ليكم.